يعني مين شغلت العين بس هي عين جاهل يعني أنا بالنسبة لي أعتبرها عين يعني لأنه العراقي يعني يستاهل كل القعدة فهذه خفقات من داخل روحي كهدية براغة تيبول لكل العراقيين يعني في كل مكان إذا كانوا داخل العراق أو في الخارج ربما دخولها مثلا عندي ألم عندي ألم مثل العلم عندي ألم مثل العلم خافق حلو بقلب الأجانب مدفع وطلق وسهل وعندي ألم مثل القلم ما عنده إنسان بس عنده نغم والمطرب بلا صوت والعازف صنم واسأل داخل يا حبيبي وين شافك الشمل ادري معقول شعبي يموت ويتجرى القلم عندي ألم مثل العلم خافق حلو بقلب الأجانب مدفع وطلق وسهم وعندي ألم مثل القلم ما عنده هو لسان بس عنده نغم والمطرب بلا صوت والعازف صنم واسأل يداخل يا حبيبي وين شاهدك الشمل معقول شعبي يموت مبجرة قلم أجل بلك يا ريلك ما عاد تزيدك تنام المسعدة وتقول مريبة يجاوبني صوته من قعد معقول أهل إيش أهل الحلم لو فيلم هندي شوف وشلون الفيلم لك شو نقول يا داخل بعد الدمع معي وجمل عند شعب الدكتة جرى ومرات في عند قيم قم عالي الغايات فوق المقلم القدرة دولة مو والله بعيد الله الله عمي كل شيء الثمن كل شيء الثمن ومتلوكة هاي للزمن بس احنا ودعاءنا المهيوب لكن ملتهن نبيع له واحد زوج بس نبيع ذره من الوطن الله هو عراقي المعرفة ثابت على ايام المحن كل شراكه اصلا معه وما له حدود ونازل الجواهر بارض الولد الجواهر بارض الولد السيار بحضر السكن يوسف العالم مسرحه القدنشي لو غني بشجن وغفر النواب والغيل وحمد بغمو الشاهد امتحن انا عندي وطن مطروا عليه زاد ما طاح وحد ذبوا علي اعصار من غمد الحقد وظلت عيون عيون حلوه معلم المصرخ اخر من العراق بالالم حطم خشب تابوت عملاق ونهض وكل ما بشكل يا سلام.